أيضا من توجيهه النبوي الكريم، لأن للجليس تأثيرا على جليسه، والإنسان عادة لا يجالس إلا من يجد عنده متعة نفسه، ومتع النفس في الحياة تختلف باختلاف القيم التي وضعها الإنسان لنفسه. فالذي وضع لنفسه القيم المادية يحب أن يجالس من يعينه على تكوين مادته، ومن يعينه على تثمير ماله، ومن يعينه على تعريمه الطريقة الرابحة، لأنه يحب الدنيا. والذي تجد له عاطفة تجده يحب أن يجالس الشاعر الذي يحلق بعاطفته في الأجواء، يحب أن يجالس المغني الذي يشنف أذنه، يحب أن يجالس الرسام الذي يشبع هويته في جمال الفن. إذن فكل واحد يميل إلى الجليس الذي يتناسب مع مبدأ القيم في حياته. فإذا كان إنسان قيمه أن يكون زارعا ممتازا، يوم يحب أن يجالس أهل الخبرة في ذلك الفن. لماذا؟ لأن هذه المجالسة تنمي فيه مواهبه التي تعينه على قيمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضع المعيار الإيماني للجليس. هذا المعيار الإيماني للجليس يناسب القمة الإيمانية للمؤمن، لأنك ما دمت قد آمنت بإله، وقد آمنت برسول الله، قد آمنت بكتاب الله، قد آمنت بتوجيهات الله، يبقى إذن ارتضيت أن تكون قمتك إيمانية لا قمتك دنيوية. ما دام ارتضيت القمة الإيمانية، يبقى يجب عليك أن يكون جليسك مختارا بحيث لا يزلزل فيك عقائدك الإيمانية، لأن الجليس حين يجلس معك سينضح عليك من مواهبه، وحين ينضح عليك من مواهبه فإن لم يكن متفقا معك في القيمة الإيمانية سيجذبك إلى قيمه هو. قد تقول ولماذا لا أجذبه إلى قيمي؟ نقول له لا، لأن الشر أعدى من الخير، لأن الشر دائما يعطي النفس شهواتها وميولها، والخير يحد النفس عن شهواتها وميولها، فدائما جليس الشر هو يخاف العدوى تيجي. الصحة لا تعدي، ولكن المرض هو الذي يعدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم أن الإنسان من خواصه أنه اجتماعي بطبعه، بمعنى أنه لا يطيق ولا يقبل ولا يمكن أن يكون وحده، فلا بد له من مخالطة. نقول لك ما فيش مانع مبدأ المخالطة والمجالسة، لأنك مدني بطبعك وإنسان لا بد لك أن تأنس بالغير، ولكن حين تأنس بالغير لازم تستصحب قيمك، فلا تجالس غيرا إلا إذا كان متفقا معك في قيمك. لماذا؟ حتى لا يخذلك، بمعنى أنك تصلي وبعد ذلك جليسك الذي تحبه لا يصلي، من يدري أنه يفتح لك موضوعا جذابا شهيا، وقد يكون قاصدا أن يأخذك من الوقت، لكن يكون جليسك من اللي حريص على الصلاة زيك تمام، لأنك أنت لما تنسى يذكرك هو، إنما لما أنت تنسى دكها يتمنى هذا النسيان، يتمنى هذا النسيان. إذن فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان مدني بطبعه وأن الدين لا يحجزه عن اجتماعيته، قال لك أنت مباح لك أن تجالس، لأن ده طبيعتك،
ولا تستطيع أبدا أن تعيش وحدك، ولكن جالس من تكون قمته القيمية مناسبة لقمتك. وما دمت أنت مؤمن فلتكن القمة الإيمانية هي المقياس. إذن الذي أصطفيه أصادقه أصاحبه أجالسه وأعاشره لابد أن يكون متفقا معي في قمتي الإيمانية. الرسول يضرب لنا هذا المثل في حديث آخر، يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء. في جليس صالح وجليس سوء، كصاحب المسك وكير الحداد. كصاحب المسك وكير الحداد. الجليس الصالح زي اللي بيبيع مسك وطيب وعطر ورائحة جميلة، والجليس السوء زي كير الحداد. انظر أدب النبوة ودقة النبوة، ما قالش مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وصاحب الكير، لأن بل جاب الكير مش صاحب. قد يكون صاحب الكير إنسان له قيم، إنما هو جايب الكير بس مش صاحب الكير. جاب في المسك صاحب المسك وما جابش المسك، إنما جاب في جليس السوء وقال وكير الحداد، ما قالش وصاحب كير الحداد، لأن صاحب الكير زنبويز قد يكون مؤمنا إنما زي الكير بقى. فصاحب المسك إما تشتريه وإما تجد ريحة تلاقي ريحة طيبة. وكير الحداد، شفت بقى العطف تفريع، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. كير الحداد إما أن يحرق ثوبي، وإما أن ما يتطار منه من الشرار، يا يحرق ثوبي يا يحرق بدني، يا على الأقل ريحة اللي بيطالع من الحديد ده تضايقني. هذا هو الجليس الصالح والجليس السوء. يبقى الجليس الصالح إما إنك أنت تشتري مني خصاله تأخذها منه فتنتفع بيها، وإما إن لم تشتري مني خصاله هتقعد قاعدة ممتعة لا غيبة فيها لأحد ولا خروج فيها على منهج ولا أي شيء، ولا يحدثك عن هذه ولا هذه ولا هذه فتسلم. يبقى كصاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريح. وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دمت قد آمنت فقد التزمت بقمتك الإيمانية. قمتك الإيمانية لازم تختار جليسك على مقتضى هذه القمة. إن ما كانش يزودك قيم ما ينقصكش قيم، إن لم يزدك ما ينقصكش. بعد ذلك حب يديني شرط، يقول لك وإن شئت أن تترقى في الجليس فترقى، بمعنى أنك أنت تختار لمجالستك إنسان إذا سهيت عن ربك يذكرك. يبقى حيرقيك. كمان إنسان العلم صعب شوية، وخصوصا مش كل الناس علماء، والعلم قضاياه يعني ما هي سهلة، لكنه يريد خفة منطق، لطف استمالة، جمال إقناع، تأثير. يبقى إنسان لما بتقعد يبسط لك العلم، يشوقك له، ما يكرهكش فيه، يقول لك كلام كده ينزل إلى مستواك كده لحد ما ياخدك وياه يعليك. يبقى إذن الرسول بيقول إنك أنت كنت ولا بد مجالس، وأنت مجالس قطعا لأنك مدني، فلا بد أن تختار الجليس مما يناسب قمتك الإيمانية التي ارتضيتها. فما تكونش أنت في قمة إيمانية وتاخد واحد قمة دنيوية، لأنه يفسد عليك المسألة ويكرهك في معيشتك. وبعد ذلك قال لما تحب بقى تترقى بقى في الاختيار ترقى. من مش نخاف لا ينسينه؟ لا، ده إذا نسيت أنا يذكرني، إذا نسيت أنا يذكرني. يعني قال إذا ترقى في اختيار جليسك، بمعنى أن تأخذ الجليس الذي يستطرق خيره إليك، يستطرق خيره
إليك. إن نسيت الله يذكرك، إن قعدت تأكل وياه ونسيت تقول بسم الله في أول الطعام، تلتفت الأول بسم الله فكرك قلت بسم الله، خلصت أكل ونسيت عن الحمد لله يقولك الحمد لله، نسيت عن ما شاء الله يقولك ما شاء الله الله. إذن أنا كل ما أكون إنسان قمته الإيمانية وعي فيه هستفيد منه. وكذلك يقول لك إن قمتك الإيمانية عايزة علم ضروري، هذا العلم اجعل جليسك اللي يقرب لك مسائله، اللي يبسطها لك، ها؟ اللي يخليها ما هي الصعبة، اللي يتلطف لك في الشيء الغليظ أو كده لحد ما يجي. ليه؟ لأن ده يعشقك في العلم. لكن إذا ما جلست مع إنسان ويتكلم في العلم كلاما وأنت لا تفهم منه شيء تكره العلم، لماذا؟ قال لك لأن كل إنسان لا يحب أن يظهر أبدا بمظهر العاجز، فلما يقعد في حتة ويلاقوهم ما بيحترموه شيء يفر منها إلى حتة يحترموه فيها، لما يقعد في حتة بينقال كلام ما يفهموش يقوم يقول ما يفهموش يقول لك أنا ما هقعد أتضاءل أمامهم بلاشة، لا ما أقعدش وياهم. لكن إذا كنت أنت متمشي بفكرك وياهم، ساعة ما تقول كلام سهل، ساعة ما يقول كلام مبسط، ساعة ما يقول كلام ميسر، تقوم أنت تعشق العلم منه، تعشق العلم منه. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نأتي بهذه المواصفات في من نجالس، أنك إذا نسيت الله ذكرك الله، وإذا أحببت العلم تجد العلم ميسر سهل، ما فيش فيه معضلات، ما فيش فيه مشقات، ما يكرهكش في العلم بل يحبب لك العلم. وكذلك يجب أن تلحظ في جليسك إنه مش متفيهق يقول كلام بس، لازم يكون سلوكه على وفق ما يقول في علمه، علشان ما يبقاش عندك حاجة شخصية منفصلة، بمعنى إن في علم يعلم وفي عمل ينعمل، وهناك فارق بين العلم وبين علم، يبقى ألفاظه كالعسل وبعدين سلوكه عمل كالحنظل. يوم معنى ذلك انه يعمل عندك ازدواج شخصية، تقول اذا ففيه كلام يقال وفيه كلام وفيه سلوك يفعل، ولا ارتباط بين السلوك والفعل. ده نشئ من مين؟ يعني مثلا اذا جلست معه وبعد ذلك جاء انسان يسأل عنه فقال لابنه قل للطارق ابي ليس موجود، ويجوز ان يكون قد حاضرك مدة طويلة في الكذب ومضر الكذب. ساعة انت ما تسمع هذا الكلام تفهم ان فيه كلام يقال وفيه سلوك يفعل، ما دام انفصلت الكلمة عن السلوك. اذن فالجليس اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اعطانا مواصفاته، الجليس الصالح الذي اذا نسيت ربك ذكرك، خلاص، وإذا تكلم معك في العلم عشقك في العلم حسن منطقه، بمعنى أنه يستميلك ويجذبك. وإذا ما قارنت سلوكه بعلمه وجدت أن السلوك هو عين العلم، حين يوجد في الجليس هذه الخصال يكون هو الجليس الصالح الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك وكير الحداد، فصاحب المسك إما تجده إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق ثوبك أو بدنك أو تجد منه ريحا ريحا خبيثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جلساء صالحين.